بتبني لك عليه. ممكن 25 تاني تاني 223 224 221 235 عشان تظبط معاكم 230 بعدها على طول 234 استنى انت يا ابني انا شفتها بس 234 خلي دي 234 هتفرق يعني 231 اما تكبر هتعرف بص ده احساس الاحساس ده عشان يوصل لك عن طريق الخطوة عن طريق هنا القراية على ما توصل او المفروض القراية دي بناخد عليها توزيعات وحاجات مش ورا بعض ورا بعض يبقى ايه يعني زي انت مثلا انا بعمل لك كده كده انا ممكن ايه ممكن اديك 50 خطة مش هتحس ان لما تيجي كده تبص ايه رايك دي كده ايه؟ ضغط طب ودي بس طب ودي بوكس يعني احنا انت ممكن ترسم على طول بس هو ما استقر هيديك نتيجه غير واقعيه فاللي هيجي يعلم لك الشيت لا هيقول عليك مكلف انا ما اقدرش الكلام اللي بيجي من السربعه مش هتديك ايه